تدخل فضاء أدرار. من هذه الناحية تستقبلك بلدية المداح بكامل مؤهلاتها، مؤهلات تنوعت في مواصفاتها واختلفت في أشكالها وتعددت في مضامنها. تجد الجغرافيا حين تكون ساحرة وتستنشق عبق التاريخ حين يكون مجيدا، وتجد من مقومات الحياة ما يغريك بالاستقرار ويدفعك إلى الاستمتاع. هذه مشاهد أدرارية من بلدية المداح وبتحديد من أقرارة الفرس. هنا تتحدث التضاريس عن نفسها روعة وجمالا، تباينا واختلافا تراكمت وتزاحمت على وجه هذه الأرض. مظاهر طبيعية أخذت من الأصناف والألوان الجيولوجية ما قل اجتماعه على رقعة أرضية واحدة. طبيعة جبلية ميزتها المرتفعات الصخرية وتخللت الأودية والكهوف لتجد فيها واحات نخيل محضنا مساعدا على التكاثر والازدهار، كما وجدت فيها مساقط المطر ومسارات السيول مستقرا للماء الزلال لتجد الحياة مبررا لها على مستوى البشر والشجر وغيرهما. صحراء رملية تكاثفت وتكاثرت وأصبحت ذات جبين يلمع ويضيء، تعايشت مع الحجر وسابت في وجهها لتعطي لجلالة الصحراء ولمفازات الأرض معانيها الحقيقية. منطقة قرارة الفرس لم تكن حكرا على الرمل والحجر، بل وجدت فيها المراتع الخضراء والمزارع المعطاء ساحتها المفضلة، كما أن الأشجار أخذت من هذه الأرض مواقع لا يستهان بها. شأنها في ذلك شأن هذه الجمال التي تعجب النفس بجمالها حين تروح وحين تسرح، وهذه الأغنام التي تتخلل الحجر وترسم معه لوحة جمال في وئام وانسجام. الإنسان الساكن على هذه الأرض هو من يفقه طبيعتها ويدرك جمالها وجلالها، فقد اتخذ من ظهرها مقاما سعيدا ومنتجعا دائما، فهو يجول عليها ويصول، يلعب ويمرح ويمارس هواياته المفضلة. لا شيء يكدر صفو هذه الألفة إلا إذا كان عزلة تشتد حدتها أحيانا. نختار نقول عن بلدية المداح لأنها بلدية هي البوابة الغربية لمقاطعة وجفت، وعلنها بلدية من أكبر البلديات في المقاطعة والله في الولاية بصفة عامة من حيث المساحة الجغرافية. وكيف تعرفوا والله كيف شفتوا في بعض الأحيان خلال طريقكم، هذه البلدية تعتمد من حيث النشاط الاقتصادي على ذلك قالوا الثروة الحيوانية والزراعة بشقيها المطري وزراعة الخضروات والسياحة، وإن كانت بنسبة أقل في اعتماد المواطنين الأصليين عليه. من حيث تعداد السكان لا يعود يبلغ حوالي 10,000 ساكن، ما بين 10,000 إلى 12,000 ساكن، ووزعها في 13 تجمع، وفيها 14 مدرسة ابتدائية وفيها 3 نقاط صحية. قضية ثانية هي على أن المشاكل المطروحة لنا احنا كإدارة محلية والله كمنتخبين محليين هي قضية وعي المواطن أولا المفهوم للمنتخب، لان احنا مشاكلنا هي مشاكل المواطن ويالتنا يطرحوها بالصيفه اللي يحس بها المواطن، وهذا هو الهدف الجنة من اساسا. اصلا جينا ياك نخفوا من عبء المواطن ونعودوا نعاونوا في حل مشاكله اللي يعاني منها، وهذا ياسر من المواطنين لحد الساعه ما فات فهمه ما فات قد يستوعبوا نتيجه لعدم الوعي في بعض الاحيان.
ونختار نشكر فريق التلفزيون الوطنية على اهتمامه بالمواطنين، ونختار هم اللي الرسالة اللي مشاو بها عند المواطنين يبلغوها، وخاصة برنامجكم. كيف شفتوا هذه المناورة السياحية من هون للوادي على طول، فيه تقريبا 30 كيلومتر تقدر تخرص مع طول الوادي بالصيف. هاي 30 كيلومتر ما فيه كيلومتر واحد ما هو غني وحده بالمناور السياحية. كيف شفتوا عند الشنار، وكيف شفتوا في تنغاجر، وكيف شفتوا هون في أزويق، والبلدية نختار هذا البرنامج كان يعود عام وأشمل، ياكي تصل على المواطنين كاملين في تجمعات كاملة، لأنها بلدية غنية كاملة بالمناور السياحية، وفيها ياسر من القراير، وفيها ياسر من الوديان قصور مخل، وفيها حوالي ثلث إنتاج ولاية أدران من التمور. شاع صيتها وتنوعت دلالتها، بل صارت رمزا للشموخ وهمزة وصل بين إنشير وأدرار. قرارة الفرس منظر خلاب وواحات تعطي لأهلها كل حين. في هذه المنطقة من بلدية المداح بولاية أدرار تجد نفسك مولعا بالتجوال والتأمل والاعتبار، وتجد حولك من الناس ما يجعل هذه المنطقة أرض الرجال حقا. اسم على هذه المنطقة قرارة الفرس، علم تاريخي يعكس هوايات وممارسات أهل هذه المنطقة التاريخية، فأهلها كانوا فرسانا وكانوا مزارعين. صارت الفرس أثرا بعد عين، وظل رجال هذه المنطقة ونساؤها وأطفالها متشبثين بمآثرها. هنا تجد الناس يعيشون حياة تقليدية قوامها أساسا النخلة وما يمارس حولها من زراعة وفلاحة، والناقة وما تستخدم فيه من مهام لا يمكن القيام بها على أحسن وجه إلا من خلال سفينة الصحراء. إنها قرارة الفرس، منطقة قرارة الفرس، وهذه البلاد قبال منها بالذات ينقالها الكرية، واللي مساحة هذا اللي عنها تقدر 150 كيلومتر مربع، وكيف نقولوا تهدريصة لا نفس الشيء من الواد، من ذا الواد اللي دور يعود يقدر طوله تقريبا بما يزيد على 27 والله 28 كيلومتر. أودية النخيل مشهد ارتبط بهذه المنطقة وعول عليه كقوام للحياة الواحاتيون، كما خرط المزارعون هنا في استصلاح الأرض واستنبات عدد من المحاصيل فيها. عند منين تجينا السحاب نتبارك ونلوح، وشي ينقال له عندنا قراير هون متفرقات، واحدة بين فندي والزرع، وهذه القرارة اللي احنا فيها حالا هي قرارة الزرع اللي نعتمد عليها، وهي اللي فيها اعتمادنا وحصادنا. عزلة خانقة تعاني منها هذه المنطقة وأثرت على الحركة الدؤوبة هنا،
فوعورة الطريق ومشقة الوصول هنا طابعان أساسيان لأي رحلة قد تتوغل في أرجاء بلدية المداح عموما. وصولنا إلى هذه المنطقة أحاطت به صعوبات تمثلت في الرمال المتحركة كما تمثلت في الصخور الشائكة، وكنا نتقدم طوعا ثم نتوقف كرها لينتظم الطاقم في مساعدة جماعية لسياراتنا ذات الدفع الرباعي. لكن هذه الوعورة لم تؤثر على سفينة صحراء، فالجمل يجوب هذه الفيافي ويتجشم عناء التحرك على هذا الأديم، وسيلة اعتمد عليها السكان هنا واتخذوها ظهرا يركب ووسيلة مبارزة وسباق. نختار ونخلدو شاصلا ورثناه عن أواينا، أواينا ورثناه عنهم على أن كل تواهرة عزيزة على أنفاسنا، نقبولها نحسدولها البل الزينة ونمدافع الزينين. وعلى كل حال، وإن كان ذاك العهد اللي يحسن فيه ذاك الزي قبال قليل اللي تلا موجود منه، ما زال بعد خالق منه شيء. خالقين الرجال ما زالوا موجودين، اللي قدوا يخبطوا السارة على المراكب، وكيف كانوا يخبطوها على الخيل، وكانوا يصطادوا الرجال على الخيل، وهذا وعلى البن هذا كامل كله كنا نعدلوه، كانوا عدلوها اجدادنا، واحنا ما زلنا محافظين عليه ولا لنا لهنا تركوا. عزيزي المشاهد، رغم ما عانت منه هذه المنطقة من جفاف مزمن وتصحر، ورغم عزلتها المشهودة وندرة الموارد فيها، إلا أن الناقة أخت النخلة لم تبرح من هذه الأرض ولم تبقي بها بدلا، ثروة حيوانية أخذت من الأغنام فضلا عن قطعان الإبل مرتكزا أساسا لها. كما اعتمدوا على الناقة كمصدر أساسي للحليب الطازج، فلبن الإبل يتوفر هنا على نطاق واسع، ويتلذذ السكان والزائرون بنكهته المميزة. فالسكان عموما يعتمدون على الثروة الحيوانية من قطعان إبل وقطعان أغنام لا تبرح تسرح في هذه المنطقة، وتزود السكان بما يحتاجون إليه من لحوم تجهز وتحضر وفق تقاليد أصيلة، ويعد وصول الضيف أفضل مناسبة لتوقيتها. وفي مجال تنموي آخر، اهتم السكان بتعليم أبنائهم، وذلك من خلال الكتاتيب أو المحاضر، ممارسة افترضوها على أنفسهم إيمانا منهم بأن التعليم خير وسيلة لتنشئة الأجيال الصاعدة، وأن خير العلوم هو كتاب الله. لذلك تخصصت نساء في نشر العلم وتعليم الأطفال. أما المرأة عموما فلها عطاؤها المميز، عطاء أثمر العديد من أنواع الصناعات، وكشف عن جدية وعبقرية تتمتع بها المرأة في قرارة الفرس. عدلوا سايد من الصوف، عدلوهم من اللوبر، عدلوا الأفراد، عندهم القدحات، عندهم تيشقلات، عندهم أنواع الصناعة كاملة يعدلوه من قد العمل اليدوي.
أدرار عموما حيث التضاريس وجلال التاريخ يعتبر نقطة جذب سياحي هامة، لكن هذه المنطقة بحكم عزلتها تستقطب السياحة بمواصفاتها الطبيعية، حقيقة ستضر على سكانها هنا بمنافع شمة إذا وجد الاستثمار وتضاعفت العناية والاهتمام. طبيعة بكر ومشاهد مثيرة جعلت من فكرة الاستغلال السياحي قضية جوهرية يمكن أن ترفع وتحسن من الأوضاع المعيشية للسكان. فالمنطقة بتضاريسها العجيبة ومواصفاتها الأخرى قد أغرت وتغري العديد من الزائرين بالوصول هنا والتمتع بهذه المواصفات. فهذا قرد تنوى غشرت، قمة رملية تسد الأفق وتثير النفس بارتفاعها وكبريائها. قرد قاعدة قرد تنوى غشرت، وهو القرد السياحي في مقاطعة توجفت. تأتيه الزوار من كل فد عميق من جميع نواحي موريتان، وهذا القرد هو قرد في الوحيد في هذه المقاطعة. تجي السواح من جميع أنحاء المعمورة، وخاصة هذا السواح الموسميين اللي يجوا فترة السياحة. في الفترة ذلك ما فاتوا جاوا قيضار في نهارين ثلاثة زرجوه الزوار منهم. مشهد مثير ومواصفات رملية نادرة. أهل هذه الربوع يتحدثون بشيء من الدهشة والعشب والارتباط. هذه الكدية اللي جاية ساحلكم من هون اللي جايين مع زرها، فيها ورك البليدات اللي فيهم مبنية، فيهم أصلا ساكنة فيهم الناس زمن الشرورات. وذاك اللي كنا نعتو لكم ذاك الرق اللي ذاك هو تمشي عليه الخيل، والناس اللي كانت عايشة بيها اللي ساكنة في هذا الكده زمن الخوف ودقو، واللي عندها من شيء لا حد يمشي يقتلق زال والله إلى رفقة شوال العقيلات. هذا زمن الشدد، الناس كان ساك معاشها وساكنة لا في الجبال بها الخوف. وعندنا بليدة هون ينقال له بولابدة، تقد تخشوا انت تقعد وتخشوا، ومن انت تعطي بلد كيف قعدت يانا هالي توقف وتجبر واية فوقك سقف ما يصدفه شي يسوى شنه، إلا طاح عليه البازوك ما قادي لك فيه ما تعلم به، وعنده واية وتقد الحية تسكن تبني حلاه خندق كبير. أما عيون المياه فحدث عنها ولا حرج هنا. مياه منسابة خرجت من تشققات هذا الحجر أو استقرت بين أحضانه لتجذب الزائرين وتسقي الظامئين. إريجيا زويغا منبع مائي أحاطت به الواحة وقمم الرمل ليتوفر على طبيعة ساحرة تجذب الباحثين عن الراحة والاستجمام. البلد اللي احنا فيها غارك ينقال لها زويقة، غارك البلد اللي احنا فيه ينقال لها زويقة من وسط زويقة، ولا هنا نعرفه على هذا اللي مثلا المناظر السياحية اللي هذا البلد اللي احنا فيه يمتد من هون إلى عندي عنه 20 كيل راقب. بليدة ينقال لها القصير، وبليدة ينقال لها ينيكل، بليدة ينقال لها تنوان وقي، وهاي مناظر سياحية كاملين ندور نشوفوا البعض منهم ورك. أما إريجيا قميمين حيث المشهد المثير والعزلة الخانقة فهو معلم أساسي من معالم هذه المنطقة السياحية. أما إريشي مرزة الذي يشبه بركة مائية أحاطت بها الصخور من كل جانب،
فيعد منطقة يصعب الوصول إليها لتواغلها بين الجبال. هذا مرزة و مصبوذة هو اللي فيها قنتور لصفة. وصلين تسكنوا الناس دائما تلم فيه، وشي وزمن هذا الزمن الأول حد ما عنده خيمة ساكن فيه. هذه من مفيداته. وهذه القلتة هي التالية تبقى هون فيها الماء ويتمي فيها الحيوان، يأخذ من عندك الصدريات اللي عندك ويشرب ويصدر عامل له، ويقض تحت ويطلع الفوق مع الكدية. ونتيجتها عايدة ما هي على اليم بها الزين. وهذا الموقع من هون ينقال له مرزة، ومرزة من تاد راسة هو كراعم يقض عليها من ذي الكدية، ينقال له سيلو ذي الفوقاني، ينقال لها تنتصك هي اللي تسيلو مالك سمعت. وهي وذي الناس عايدة دائما ذي الضاية تم هي التالية تبقى عندهم. ولا تقو زمنها راية قاعد ما جاي الماء السحاب حتى تعود تلقي العام مرتين هي في ذي البلد بصيفة هذه الشفت. هذا إضافة إلى إريش قرارة الفرس الذي تنوعت مناطق الجذب السياحي من حوله. الألعاب الشعبية عنصر جذب آخر، فما زال الرجال مهما كانت أعمارهم يمارسون لعبة رياضية تثير العجب حقا وتمنح قدرا من التسلية غير يسير. عندنا لعب كيف لعبة أخرى، هاي كنا نعدلوا ينقال لها قاش، وعندنا شيء ينقال له لام تنعدلوه، وعندنا لعبة مفراصة قسيان يعدلوا ويبتنا ويعودوا رجالة متحاربين، وعندهم قواد التحت والقواد هم يعودوا متفرجين على القسيان يتخابطون بينهم، وهذا نقول لهم مفراصة ونعدلوها. الرماية حين يتخندق لها الرماة ويتبارون في ذلك تشكل ممارسة متوارثة ترمز لكثير من الشموخ والإباء، وهي تقليد ظل يحافظ عليه الناس ويثير عجب الزائرين. أما يوم الجمع المثير حقا فهو ساحة الجمال حين تقاد وتشد عليها الرحال وتحثها رجال راموا المغامرة وتعودوا تحمل الصعاب. الألعاب الشعبية الأخرى تحمل رسالة من الماضي وتحظى بإقبال خاصة من طرف النساء. أما الرجال فلا تهدأ مجالسهم قبل التحلق على ضامة، لعبة مفضلة تستثير الفكرة وتملأ الفراغ. ورغم جمال هذه المنطقة وتعلق أهلها بما فيها من مقومات، فإنها تعرف اليوم مشاكل عديدة تؤثر على حياة السكان، مشاكل تحدث عنها السكان بشيء من المرارة وتعلقت بالتنمية في مختلف حقولها. لا نقول لكم أن هذا اللي قالوا التنمية الريفية أول شيء فاصلة فيه في الفترة أبيار للشرب في البلدات اللي قال على قريب وفيهم المرتع للحيوان، ومنين ينكف عن الحيوان جابر منين يشرب ومنين يرتع لصبحوا باقتصاد. لذلك بلا اقتصاد من اللي عندنا بالحيوان التو اللي كان راجع لعند ولا الحسيان اللي في نقرض النخل هي وكل النخل ويوكل الحريثة ويضيعنا. النقطة الأولى اللي ما يعادل إن الحيوانات في الأرض اللي واسعة وكبيرة وضافية وهي أرض المرتع. النقطة الأخرى مادة تتيقن إن نحن ذو مادة إضعاف
والزراعة اللي نعدلوا منها ضعيف والأرض تداوى قالوا عنها أنا ما نعرف دواها أرضنا ما تداوى ولا ينشغل فيها واللي ينعطى للمزارعين يرقبهم في حرثه وسمعته يذكر في البلايدات المرقب احنا ما قطرينا. أما الأغنية الشعبية فموعدها حين يجتمع الناس ويتذكرون تاريخهم ويتحدثون عن واقعهم بلغة الوجدان. سيدة تدعو أخاها لممارسة اللعب. تحية للمداح حين نقادرها، بلدية جميلة وأهل كرام، حللنا أهلا ونزلنا سهلا، ورأيت معنا عزيزي المشاهد ما تسخر به هذه المنطقة من طبيعة ساحرة وما توفرت عليه من خصوصيات نادرة، شأنها في ذلك شأن زوايا عدة وخاصة من بلدية المداح. وفي الحلقة القادمة سنقف وإياكم متنزهين على ربع آخر من ربوع هذه الأرض الطيبة. إلى اللقاء. Thank you.